هلا ثامن رح نتابع مع بعض توصيل المقاومات على التوازي. بالنسبة لتوصيل المقاومات على التوازي كيف يعني؟ المقاومة الأولى رح تكون موازية للمقاومة الثانية، موازية للمقاومة الثالثة، بعدين كلهم رح ينوصلوا مع بعض بمصدر فرق الجهد. يعني لاحظوا معي الصورة، شوفوا هون، هاي المقاومة الأولى، هاي الثانية، هاي الثالثة، كل واحدة لها سلكها ومسارها الخاص فيها، لكن بالنهاية هم كلهم موصولين بسلك مع فرق الجهد، مع مصدر فرق الجهد اللي هو هون عنا البطارية. بالتوصيل على التوازي رح نحكي عن التيار وعن الجهد عن المقاومة. التيار يجزأ، فالتيار الكلي، كل التيار المار في الدارة كيف بحسبه؟ بحسبه عن طريق التيار المار في المقاومة الأولى زائد التيار المار في المقاومة الثانية زائد التيار المار في المقاومة الثالثة. هدول مع بعض لما أجمعهم مع بعض بعطيني التال كلي. يعني أنا ما بعرف كم التيار في هاي الدارة، تمام؟ بس قلت لك إنه تيار واحد 2 أمبير، تا 2 2 أمبير، تا 3 1 أمبير، تا 4 5 أمبير. طب بجمع هاي الأرقام كلها مع بعض فبقدر أعرف كم قيمة هذا التيار المار في هذه الدارة الكهربائية. إذا التيار هنا يجزأ والتيار الكلي يساوي مجموع التيارات اللي جزأ لها، بينما الجهد هون متساوي، يعني نفس الجهد رح يمر بالمقاومة الأولى، رح يمر في المقاومة الثانية، رح يمر في المقاومة الثالثة، ورح يمر في المقاومة الرابعة. إذا هذا عكس التوالي، ركزوا معي منيح بس عشان يكون في مقارنة كويسة. بتوصيل التوالي كان التيار نفسه الجهد يجزأ، في توصيل التوازي التيار يجزأ والجهد نفسه، تمام؟ الآن كيف بقدر أحسب المقاومة المكافئة؟ يعني بمعنى آخر، بدل ما أنا عندي 5 6 7 8 مقاومات في هاي الدارة، أنا بدي أخليها مقاومة واحدة، فبروح بعمل إشي اسمه المقاومة المكافئة. فبحسب بهذا القانون، كيف بدي أحسبه؟ المقاومة المكافئة اللي هي 1 على ميم المكافئة تساوي 1 على المقاومة الأولى زائد 1 على المقاومة الثانية زائد 1 على المقاومة الثالثة. فبالتالي يا تامن، هيك أنا بقدر أطلع قيمة المقاومة المكافئة لهاي الدارة. هلأ إذا كان عندي أرقام كبيرة، مقاومات كبيرة، مقاومات 10 أوم، 8 أوم، 5 أوم، عن طريق هذا القانون بقدر أحصل بحسابي طبعاً بطريقة التوصيل التوازي وبالحساب بهذا القانون بقدر أحصل على مقاومة صغيرة بتحتاجها الدارة الكهربائية. شوفوا معي على تطبيق القانون كيف. هون عندك دارة كهربائية فيها 10 أوم، 5 أوم، 2 أوم، هدول موصولين مع بعض على التوازي. هلا أنا شو بدي أعمل؟ بدي أحسب المقاومة المكافئة لهم. لاحظوا إنها أرقام كبيرة نوعا ما، 10 و5 و2. شو بعمل؟ بطبق على القانون تبعنا. القانون بحكي لك 1 على ميم المكافئة يساوي 1 على المقاومة الأولى زائد 1 على المقاومة الثانية زائد 1 على المقاومة الثالثة. المقاومة الأولى عندنا قيمتها 2 أوم، هيها 2 أوم، هيها كتبت هون 1 على 2. المقاومة الثانية 5 أوم، كتبت 1 على 5. المقاومة الثالثة 10 أوم، كتبت 1 على 10. رجعت 1 على ميم المكافئة. طبعا لازم شو أعمل يا تامن؟ لازم أوحد المقامات. هلأ المقام هون عندي كله إيش قيمته؟ قيمته 10، فبالتالي خليتهم كلهم 10. طلعت عندي بالنهاية 1 على ميم المكافئة 8 على 10. طيب أنا ما بدي 1 على ميم المكافئة، أنا بدي ميم المكافئة، فشو بعمل؟ بقلب البسط والمقام، فبتصير ميم المكافئة تساوي 10 على 8. رح تسألوني ماس من وين جبت 10 على 8؟ بقولكم أنا هون كان عندي 1 على ميم المكافئة تساوي 8 على 10،
طب ميم المكافئة عملت عملية قلب. انتوا بتعرفوا بالقسمة لما بدي اقلبها بحولها، طبعا بعملية حساب بتحول لضرب وبقلب البسط والمقام، فصار عندي ميم المكافئة تساوي 10/8. لما قسمت 10/8 صارت 1.25، إذا قيمة ميم المكافئة 1.25. شايفين الأرقام الكبيرة هاي اللي عندي كلها؟ المكافئة اللي بتحتاجها هاي الدارة 1.25. طب أنا ما توفر عندي مقاومة قيمتها 1.25، فاضطريت أحط مقاومات كبيرة، وصلتهم على التوازي، أعطوني مقاومة صغيرة. واضح؟ رح أحل هدول السؤالين عشان تقدروا أكثر تميزوا ما بين مقاومة التوالي ومقاومة التوازي. بداية، الصورة الأولى مقاومة على التوالي، الصورة الثانية مقاومة على التوازي. بمقاومة التوالي اللي هي الصورة الأولى هيها، بلاحظ إنه نهاية كل مقاومة مشبوكة مع بداية المقاومة اللاحقة لإلها بواسطة الأسلاك. التيار نفسه بيمر بكل أجزاء الدارة هون نفسه، إذا كان قيمته 12 أمبير رح يكون بالمقاومة الأولى 12، بالثانية 12، بالثالثة 12. فرق الجهد هون يجزأ حسب المقاومة، مش شرط بالتساوي، حسب المقاومة. هلأ كيف بدي أحسب المقاومة المكافئة؟ بدل ما أنا عندي 3 مقاومات بدي أخليهم مقاومة واحدة، بحسبهم بالقانون التالي. كتبت القانون، ميم المكافئة تساوي ميم 1 زائد ميم 2 زائد ميم 3، يعني شو المقاومات اللي عندنا؟ 5 زائد 7 زائد 12 يساوي كم قيمتهم؟ برافو، 24 أوم. يعني بمعنى آخر أنا بقدر أستبدلهم بمقاومة، هدول الثلاث مقاومات بقدر أستبدلهم بمقاومة واحدة قيمتها 24 أوم، بسميها المقاومة المكافئة. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، موصلين على التوازي، طلعوا معي مس، كل واحدة لها سلكها الخاص، وبالنهاية مربوطين مع فرق الجهد. فشوفوا كيف بحسب قيمة المقاومة المكافئة. طبعا زي ما حكينا كل واحدة هون لها تيارها الخاص فيها، لكن الجهد اللي بتاخده ثابت، إذا هون نفس الجهد للثلاث لكن بيختلف قيمة التيار. حطينا القانون، 1/ميم المكافئة تساوي 1/ميم 1 زائد 1/ميم 2 زائد 1/ميم 3. فحطيت 1/ميم المكافئة يساوي 1/2 اللي هي المقاومة الأولى، زائد 1/3 المقاومة الثانية، زائد 1/6 المقاومة الثالثة. لازم الآن أوحد المقامات بالضرورة. إذا وحدت المقامات، المقام عندي 6 لأنه هو الرقم الأكبر. فالآن جمعت البسط، 1/ميم المكافئة يساوي 6/6. هلأ شو بدي أعمل؟ برافو، بدي أقلب، بصير ميم المكافئة تساوي 6/6، أصلا كم قيمتها؟ 1. هلأ تامن، أي رقم ما إله مقام مقامه 1. هلأ أنتوا حكيتوا لي 1/ميم المكافئة تساوي 6/6، لما اختصرت 6/6 طلعت 1، يعني 1/ميم المكافئة تساوي 1. هلأ هي فعليا 1/1، لأنه أي رقم ما إله مقام مقامه 1. فلما إجيت قلبت ميم المكافئة تساوي، قلبت الواحد على واحد، فعادي هي ظلت عندي 1 أوم، ما اختلفت. لكن لو كانت مثلا، لو كانت 1/ميم المكافئة تساوي 1/2، لو كانت 1/ميم المكافئة تساوي 1/2 بتصير ميم المكافئة تساوي 2. لو كانت 1/ميم المكافئة تساوي مثلا 8/4 بتصير ميم المكافئة تساوي 4/8. ماشية تامن؟ بس هون إلها 6/6، 1 ما فيها مشكلة. ركزوا معي بهاي النقطة عشان ما تلخبطوا. بتمنى تكون أموركم واضحة. قدرنا نميز بين مقاومات على التوالي والمقاومات على التوازي. قدرت أميز بين قانون توصيل المقاومات على التوالي وقانون توصيل المقاومات على التوازي. عندكم واجب، بتمنى انكم تحلوا. اي استفسار انا جاهزة، ويعطيكم الف عافية.